سنة، وهي تعتبر أصول للعمليات المستقبلية لعمليات التربية وما يتبعها من عمليات أخرى. وخلوها من الأمراض ومن الحشرات ومن الفيروسات ولله الحمد. الأصناف المحلية المستوطنة منذ أكثر من 40 سنة في المنطقة أصناف الكمثرى. الأصناف اللي ممكن تكون بدأت تنقرض ممكن تستخدم كأصل لإنتاج أصناف وشتلات في المستقبل القريب إن شاء الله. حقيقة زرعة الكمثرى في المحافظة منذ أكثر من 40 سنة، وكما ترى وتشاهد هذه الأشجار يعني أهملت بسبب هجرة سكان الأرض، ولكن الكمثرى ما زالت تعطي عطاء غير محدود. حالة مدير عام مركز البذور التقاوي بالوزارة لتسجيل هذه الأنواع بالمحافظة، ثم البدء برنامج إكسارها ويعني معرفة أصولها الوراثية، وحتكون إن شاء الله بداية من هذا الربيع الشتاء.